بسم الله الرحمن الرحيم النهارده بقى ان شاء الله هنبدا ريفيجن على ليسون 2 آه للصف الثاني الاعدادي تشوز ذا كوركت انسر ويف از ذا ديستربنس ذات propagates اند ترانسفيرز انرجي الموجة هي اضطراب آه بينتشر آه وبينقل الطاقة طبعا آه in the direction of propagation في آه نفس اتجاه الانتشار اه طبعا يبقى هنختار ايه طب نبص كده على بي إن a direction opposite to that of propagation في اتجاه عكس اتجاه الانتشار؟ لا طبعا. إن a direction perpendicular to that of propagation في اه اتجاه متعامد مع اتجاه الانتشار؟ لا هي بتنقل الطاقه هي اه الاول هو disturbance اضطراب propagates and transfers energy in the direction of propagation في اتجاه الانتشار. يبقى طبعا هنختار ايه؟ in wave motion في الحركه الموجيه medium particles move الجزيئات بتاعه الوسط موف بتتحرك بتمشي يعني طبعا لا ذا ويفز موف كارينج ذا فورس الموجه بتتحرك وبتحمل معاها القوه لا احنا قلنا بتحمل معاها الانرجي الطاقه ميديم بارتيكلز فايبريت وذاوت ترانسفيرنج فروم ذير بليسز اه دي كده صح جزيئات الوسط بتهتز من غير ما ينتقلوا من اماكنهم Uh, medium particles vibrate around their rest position uh, تم ده طبعا uh, يعني ده في في اي يعني في uh, اي اهتزاز ان جزيئات الوسط uh, بتهتز حوالين الريست بوزيشن uh, uh, لكن طبعا uh, لا احنا طبعا هنختار سي medium particles vibrate without transferring from their uh, places uh, جزيئات الوسط بتهتز من غير ما ينتقلوا uh, من uh, اماكنهم Uh, in the opposite figure, when hitting a uh, turning fork لما طبعاً uh, هنغبط اللي هنا دي The particles of air is uh, in touch جزيئات الهواء اللي متلامسة With it اللي متلامسة معاها uh, Don't move مش هتتحرك خالص لا طبعاً هي هتتحرك بس تتحرك حركة احتزازية Uh, vibrate perpendicular to the direction of wave propagation uh, هيهتزوا في اتجاه متعامد على اتجاه انتشار الموجه يعني الموجه مثلا منتشره كده هم هيهتزوا كده لا طبعا اولا دي اصلا ساوند wave واحنا خدنا ان الساوند wave دي من longitudinal wave واللونجتيودنال wave اللي medium فايبريت vibrate along the direction of wave propagation في نفس اتجاه الانتشار يبقى طبعا دي برضو ما تنفعش طب vibrate in the direction of wave propagation without changing their places اه دي طبعا هتبقى صح هيهتزوا في نفس الاتجاه بتاع الويف propagation اللي هو يعني along the direction of wave propagation without changing their places من غير ما يغي... لا سوري هي دي with it changing their places لا يبقى طبعا ما احناش هنختار سي طيب vibrate in the direction of wave propagation without it changing their places يبقى طبعا هنختار دي أه معلش يا ولاد انا مش شايف كويس يعني فطبعا سي دي أه معلش without it changing their places أه وهيغيروا اماكنهم طبعا لا يبقى نختار دي vibrate in the direction of wave propagation without it changing their places من غير ما يغيروا المكان بتاعه all of the following are the properties of mechanical waves كل مما يلي من خصائص الميكانيكال ويفز ما عدا they are longitudinal and اور uh, or ويفز uh, waves هم موجات طولية أو موجات مستعرضة آه طبعا ما احنا قلنا إن الميكانيكال ويفز في منها longitudinal زي الساوند ويفز وفي منها transverse زي الووتر ويفز طيب uh, ماشي uh, they don't propagate through vacuum لا ينتشروا في الفراغ اه طبعا طب ما احنا قلنا برضو ان الميكانيكال المي 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 ويفز لا تنتشر في الفراغ طيب they don't need a medium to propagate through لا يحتاجوا لوسط مادي عشان ينتشروا فيه لا طبعا يبقى دي كده هي اللي مش من الخصائص بتاعتها يبقى طبعا هنختار they don't need a medium to propagate through لا يحتاجوا الى وسط مادي لان هم طبعا لازم بيحتاجوا ليه وسط مادي واللي ما بيحتاجوش الى وسط مادي هم الالكترومغنيتيك ويفز طب نشوف دي كده. Water and sound waves are examples of these waves. أه لا برضو طبعاً أه لا يعني أنا أقصد دي طبعاً من ال بروبرتس بتاعت الميكانيكال ويفز لان احنا لسه قايلين ان الووتر والساوند هم يعني الميكانيكال ويفز فيها ووتر وساوند ويفز دول اكزامبلز على الميكانيكال ويفز طبعا هنختار سي زي dont need a medium to propagate through لان طبعا دي من مش من البروبرتس خالص بتاعتها لان هم لازم ليهم وسط مادي عشان ينتشروا فيه طبعا هنختار سي سبيس ار ميكانيكال ويفز راديو ويفز اونلي لا ده الراديو ويفز دي اصلا الكترو ماجنتيك لايت ويفز اونلي برضو دي الكترو مايكرو ويفز اند ساوند ويفز لا الساوند ويفز uh, دي ميكانيكال uh, لكن المايكرو ويفز دي الكترو ماجنتيك، ووتر ويفز اند ساوند ويفز اه طبعا لسه قايلينها هنا الوتر ويفز والساوند ويفز دول ميكانيكال ويفز الوتر ترانسفيرز والساوند لونجتيودنال لكن الاثنين من الاكزامبلز اللي على الميكانيكال ويفز اللي هم طبعا كانت بروباجيت ثرو فاكيوم لا يستطيعوا ان هم ينتشروا في الفضاء اند نيد ا ميديوم تو بروباجيت ثرو بيحتاجوا وسط مادي لينتشروا فيه. راديو ويفز ار ترانسفيرز ميكانيكال ويفز لا هما ترانسفيرز بس الكتروماجنتيك يبقى طبعا مي... لا هما مش ميكانيكال يبقى ما ينفعش نختار دي ار لونجيتودينال ويفز لا طبعا غلط خالص ده هما اصلا ترانسفيرز ويفز بروباجيت ثرو ا فاكيوم بينتشروا في الفضاء اه طبعا الراديو ويفز دي من الالكتروماجنتيك ويف وبروباجيت ثرو فاكيوم يبقى طبعا هنختار سي طب نشوف كده دي نيد ا medium تو بروباجيت ثرو لازم يحتاجوا وسط مادي عشان ينتشروا uh, من خلاله لا طبعا uh, لان هما بروباجيت ثرو فاكيوم يبقى طبعا هنختار سي All of the following are electromagnetic waves except كل دول electromagnetic waves ما عدا واحدة طبعاً الساوند ويفز دي مش electromagnetic wave لأن دي طبعاً من الميكانيكال ويف لكن اللايت والراديو ويف والمايكرو كل ده من الالكترو مجنتيك ويف يبقى طبعاً هنختار ساوند ويف لأن دي من الميكانيكال ويف Uh, if the light speed is compared with the sound speed لو uh, سرعة الضوء هتتقارن مع سرعة الصوت Which of these statements is correct؟ uh, أي من الجمل التالية هيبقى صحيح؟ Light speed equals sound speed uh, سرعة الضوء بتساوي سرعة الصوت لا طبعا كنا uh, شفنا البر وسمعنا الرعد في نفس الوقت Uh, light speed is higher than the sound speed. اه طبعا سرعة الضوء أكبر بكتير من سرعة الصوت لأن أولا اللايت ده من الإلكترو waves ويفز والساوند دي من الميكانيكال waves واحنا خدنا طبعا إن الميكانيكال ويفز هاز أو هاف ماتش less speed than the light waves. السرعة بتاعة الساوند ويفز بتبقى أو الميكانيكال يعني بتبقى قليلة جدا 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 بالنسبة للسرعة بتاعة اللايت اللي هو الكترو ماجنتك. طبعا هنختار بي لأن اللايت سبيد هاير ذان ذا ساوند سبيد عشان كده احنا بنشوف البرق الأول وبعد كده بنسمع صوت الرعد. طيب ينفع لايت سبيد از لوور ذان ذا ساوند سبيد سرعة الضوء أقل من سرعة الصوت؟ لا طبعا ده أكبر بكتير جدا. ساوند سبيد از هاير ذان ذا لايت سبيد سرعة الصوت اكبر من سرعه الضوء لا طبعا يبقى نختار light speed is higher than the sound speed uh, transverse wave uh, consists of طبعا قلنا uh, crests and troughs يبقى crests and troughs. The uh, longitudinal wave consists of uh, الموجه الطوليه بتتكون من طبعا قلنا compressions and rarefactions uh, من تضاغطات وتخلخلات يبقى هنختار ايه؟ Uh, in the opposite figure the particles of the medium اللي هي الكويل vibrate uh, في الشكل اللي امامنا ده uh, to the right only لليمين فقط upwards only uh, to right and left uh, upwards and uh, downwards uh, لو بصينا طبعا على ال الشكل ده uh, هنلاقيها بتتحرك طبعا uh, upwards and downwards في الشكل اللي امامنا ده الجزيئات بتاعت الوسط دي بتتحرك للامام وللاسفل يبقى upwards and uh, downwards uh, water waves are uh, transverse waves اه uh, طبعا ماشي because the particles of the medium هناخدها بقى طبعا من الديفينيشن بتاع الترانسفيرز ويف اكيد عشان فايبريت بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف ويف بروباجيشن اهو فايبريت بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف ويف بروباجيشن يبقى طبعا هنختار ايه دونت ما بتت... فايبريت ما لا تهتز مطلقا طبعا غلط دونت نيد ا ميديم تو بروباجيت ثرو لا تحتاج لوسط عشان تنتشر فيه لا طبعا ده الوتر دي من الميكانيكال ولازم وسط مادي عشان تنتشر فيه vibrate along the direction of wave propagation بتهتز في نفس اتجاه انتشار الموجه طبعا لا احنا خدنا ان water waves من الترانسفيرس عشان هي vibrate perpendicular to the direction of wave propagation بتهتز في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار يبقى طبعا هنختار ايه Uh, all of the following are transverse waves except كل مما يلي من الموجات المستعرضة ما عدا طبعا الساوند لان الساوند ده من اللونجيتيودنال ويف يبقى طبعا هنخرج الساوند لكن الووتر من الترانسفيرز لسه قايلين فوق اهي لايت طبعا من الترانسفيرز الراديو من الترانسفيرز الساوند بس هو الوحيد من اللونجيتيودنال ويف ذا الكتريك بيل برودوسز بالسز اوف الجرس الكهربي بيطلع نبضات من ايه مش الإلكتريك بيل ده بريديوس ساوند انرجي صح؟ احنا واخدينها من سنة رابعة ان هو كونفرتس الكتريك انرجي انتو ساوند انرجي بيحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، يبقى هو بيخرج صوت ساوند ويفز والساوند ويفز دي احنا خدناها من الميكانيكال ويف وبتبقى لونجتيودينال ويف واللونجتيودينال بتبقى مكونة من بارسز اوف طبعا كومبريشنز اند رير فاكشنز يبقى هنختار كومبريشنز اند رير فاكشنز Uh, scientists saw the explosions that occur on the sun surface. العلماء شافوا الانفجارات اللي بتحصل على سطح الشمس طبعا من خلال ال التلسكوبات العملاقة يعني uh, but they couldn't record the sound of these explosions لكن طبعا ما قدروش يسجلوا الأصوات بتاعت هذه الانفجارات because the sound إيه بقى don't travel from up to down لا ينتشر من اعلى لاسفل ايه بقى علاقه الكلام ده اصلا بالسؤال طبعا يعني ما ملوش اي علاقه خالص needs a medium to travel through اه طبعا هيحتاج وسط عشان ينتشر فيه واللي بيننا وبين الشمس ده فاكيوم مفيش ميديوم medium يبقى طبعا because the sound needs a medium to travel through طيب ينفع is mechanical waves that propagate in a definite direction ما هو برضه يا مستر ميكانيكال ويف اه ما احنا عارفين ان الساوند ميكانيكال ويف وبروبجيت ان ا ديفينيت دايركشن بينتشر في اتجاه محدد اه طبعا كل دي من خصائص الساوند بس هل عشان الخاصيه دي احنا ما قدرناش نسجل الاصوات اللي بتحصل في الانفجارات على سطح الشمس؟ لا طبعا احنا ما قدرناش نسجل الـ 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 الاصوات بتاعت الانفجارات اللي على سطح الشمس عشان الصوت لازم له وسط عشان ينتشر فيه يبقى لازم نختار بي Uh, is uh, electromagnetic waves that don't propagate through free space هو اصلا مش electromagnetic waves يبقى طبعا هنختار needs a medium to travel through. Sound waves are longitudinal waves because the particles of the medium uh, طبعا uh, don't need a medium to propagate uh, through لا تحتاج لوسط عشان تنتشر فيه. لا طبعا ده الساوند من الميكانيكال اللي لازم وسط عشان ينتشر فيه بعدين هو بيقول لي لونجتيودينال يبقى عشان طبعا فايبريت الونج ذا دايركشن اوف ويف بروباجيشن اه طبعا ممكن سي طب نشوف كده بيه الاول دونت فايبريت لا يهتز مطلقا طبعا غلط فايبريت الونج ذا دايركشن اوف ويف بروباجيشن اه عشان كده هو لونجتيودينال طب فايبريت ان ا دايركشن بيربنديكولار طبعا لا فولس لان هو لو بيربنديكولار كان هيبقى

منطقه التخلخل هي المنطقه اللي فيها جزيئات الوسط dont vibrate ولا are too close to each other قريبين جدا من بعضهم لا ده دي هتبقى compressions are far away from each other اه طبعا هنختار سي لان لما بيكونوا بعاد عن بعض بتبقى رير فاكشن طب فايبريت اب اند داون طبعا لا يبقى هنختار سي بس are far away from each other لان هو ده اللي بيمثل الريير فاكشن Uh, jacuzzi is a type of uh, physiotherapy uh, where water moves in the form of طبعا قلنا circular waves uh, بتتحرك المية فيه في شكل موجات دائريه يبقى circular waves uh, all the electromagnetic waves have the same A in vacuum uh, طبعا uh, have the same velocity كل الموجات الكهرومغناطيسيه بيبقى ليها نفس السرعه في الفراغ. Uh, the distance between two successive crests or two successive troughs in the transverse waves قلنا طبعاً ده ال-wavelengths The distance between the centers of the second and the fourth compressions ناخد بالنا ال-second لل-fourth مش, مش من ال-second لل-third يبقى كده دول كده two waves من ال-second لل-fourth احنا طبعاً عارفين من ال-second لل-third ادي كده wave من ال-third لل-fourth ادي كده

هي هتبقى احنا قلنا من السكند للفورس طبعا هتبقى كده دبل الويف لينس لان الويف لينس المفروض من السكند للثرد او من الثرد للفورث يبقى طبعا من السكند للفورث على طول احنا عندنا تو ويف يبقى احنا كده عندنا دي دبل الويف لينس اوف ذا لونجيتيودينال ويف يبقى هنختار طبعا بي Uh, if the distance between the center and uh, of the third compressions and the center of the fifth compressions oh, من الثيرد للفيفث برضو يبقى احنا كده عندنا تو ويفز لان من الثيرد للفورس ادي كده ويف ومن الفورس للفيفث ادي كده ويف يبقى احنا كده عندنا تو ويف uh, لما الديستانس بقى ما بينهم هتبقى 20 سنتيمتر يبقى الويف لينس على طول يبقى 20 ديفايد 2 هيبقى 10 سنتيمتر خلاص بتاعي سهله جدا مش محتاجه رسم ولا حاجه هتبقى 10 سنتيمتر 1 ملم ايكوالز اول اوف ذا فولوينج فاليوز اكسبت ناخد بالنا بقى 1 ملم ايكوال 1 تايمز 10 باور 6 نانومتر اه طبعا لان هو المليمتر اكبر من النانومتر خلاص uh, ماشي طب 1 تايمز 10 باور 3 مايكرومتر اه برده لان هو اكبر من المايكرو مي... من المايكرومتر فبالتالي يبقى ايكوال 1 تايمز 10 باور 3 طب 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر اه برده دي صح كده لان هو اصلا احنا عارفين ان المتر فيه 1000 آه مليمتر فبالتالي المليمتر هيبقى 1 ديفايدنج 1000 من المتر اللي هو 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 طيب 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 مايكرومتر لا طبعا يبقى احنا طبعا هنختار دي لان لا ده هو اصلا مش اصغر من الميكرومتر ده هو اكبر من متر بكثير يبقى طبعا آه هنختار دي لان دي هي اللي غلط Uh, space is the maximum displacement of medium particles away from their rest position uh, طبعا قلنا ده the Amplitude of the wave السعه بتاعت الموجة هي the maximum displacement. Uh, 26 Space is the measuring unit of wave uh, velocity uh, وحدة قياس uh, سرعة الموجة طبعا قلنا متر per second يبقى نختار بي اللي هي متر per second. Uh, velocity of sound waves through air طبعا قلنا 340 متر uh, بير per second ده في الاير امال ال 1500 دي دي الساوند ويفز برضو السرعه بتاعتها في الووتر 1850 برضو الفيلوستي اوف ساوند ويفز بس في الود في الخشب امال 3 تايمز 10 باور 8 دي دي اصلا مش ساوند ويف خالص ده دي الالكترو ماجنتيك ويف اللي هي زي اللايت والراديو ويفز والانفرا ريد والمايكرو ويفز وهكذا يبقى طبعا احنا قلنا الفيلوستي اوف ساوند ويفز هتبقى في طبعا في الاير Uh, طبعاً uh, في الإير هتبقى 340 متر بير second. Uh, sound velocity uh, is the greatest throw سرعة الصوت بتبقى أكبر قيمة ليها طبعا في السوليدز احنا قلنا أكبر حاجة في السوليدز في الليكويدز أقل شوية في الجازز أقل وأقل وفي الفاكيوم أقل وأقل وأقل لا طبعا نصحصح صح بقى في الفاكيوم هو أصلا ما بينتشرش في الفاكيوم يبقى هو أصلا doesn't propagate through vacuum لا ينتشر في الفاكيوم لأن الساوند قلنا من الميكانيكال ويفز يبقى الساوند velocity is the greatest through اعلى قيمه لسرعه الصوت تبقى في السوليدز لكن في الليكويدز تبقى اقل وفي الجازز اقل واقل وفي الفاكيوم ما بيمشيش اصلا في الفاكيوم خالص لا ينتشر في في الفراغ The distance that covered by the wave in one second is called طبعا قلنا ال wave velocity distance في one second وخدناها في ال definition بتاع ال wave velocity قلنا it is the distance covered by the wave in one second يبقى طبعا هنختار ال wave velocity. the periodic time of a tuning fork which makes 240 waves in one minute equals هو عايزنا نحسب ال periodic time ناخد بالنا احنا قلنا ان ال بريدك تايم نفس البريدك تايم بتاع الاوسيليتري موشن بس هنا هنقول ايكوال التايم ديفايدد النمبر اوف ويفز ايكوال تايم ديفايدد نمبر اوف ويفز هنحول طبعا من مينتس لسكندز فطبعا دي هتبقى 60 سكند طبعا احنا عارفين عشان هنحول من مينت لسكند فاحنا عندنا 1 مينت فيبقى طبعا 1 تايمز 60 عشان نحول من مينت لسكندز واحنا بنقول ان هو ايكوال التايم Uh, divided ال number of uh, complete waves هيبقى طبعا uh, divided 240 فطبعا هتبقى equal uh, divided 6 equal 1 divided 6 equal 4 طبعا هيبقى equal 1 over 4 uh, second ناخد بالنا احنا بنحسب periodic time فهيبقى 1 over 4 uh, second uh, The uh, mathematical relation between the velocity and the wavelength

جراف uh, uh, A represents the relation between frequency and wavelength for a wave uh, for a wave which moves in the same medium طبعا قلنا ال frequency وال wave length بيبقوا inversely uh, uh, proportional وبالتالي طبعا هنختار B لان ده طبعا اللي معناه ان هم inversely proportional because as the uh, wave length increases كل ما ال wave بيزيد كده اهو بنلاقي ان ال frequency طبعا هنختار B وخدناها طبعا في الشرح A uh, graph A represents the relation between frequency and wave velocity at constant wavelength. قلنا بقى ما بين ال uh, frequency وبين ال uh, wave uh, velocity ده بيبقى direct relation يبقى يعني ادي ال velocity وادي ال frequency اهو طبعا وخدناها برضو في الشرح وقلنا هو ده ال relation between uh, ال wave velocity وال frequency ده طبعا عشان بتبقى direct relation. Uh, from the opposite figure نبدأ بقى ناخد بالنا من الشكل اللي امامنا ده wave frequency and velocity are irrespectively يعني على الترتيب. أول حاجة الويف frequency طيب وال يبقى هو عايزني نحسب الأول الويف frequency طيب هنحسب الويف frequency بقى منين؟ آه طبعًا من الشكل اللي قدامنا أهو بصوا لو خدنا بالنا لحد هنا هو قايل لي 1 second وده طبعًا التايم تمام طب ما هو لحد هنا 1 second مقادي آدي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر يبقى كده فور كوارترز يبقى كده ده وان كومبليت ويف يعني تقريبا زي ما خدناها قبل كده وان كومبليت اوسيليشن وادي التايم بتاعها يبقى ده كده البيريودك تايم خلاص يبقى ده كده البيريودك تايم هيبقى 1 سكند يبقى احنا عارفين طبعا ان الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر بيريودك تايم هيبقى ايكوال طبعا 1 اوفر 1 هيبقى ايكوال 1 هرتز يبقى كده الفريكوانسي هيبقى 1 هرتز اهو تمام طب الفيلوسيتي بقى احنا عارفين طبعا ان عشان نحسب الفيلوسيتي احنا كده جبنا الفريكوانس اهو يبقى احنا كده عايزين نجيب الويف ليه لان احنا خدنا ان الفيلوسيتي ايكوال فريكوانسي تايمز الويف الفريكوانسي اهو عندنا ب1 هرتز يبقى احنا كده عندنا الفريكوانسي يبقى ناقص نجيب الويف لينس طيب هنجيب بقى الـ الويف لينس ازاي اهو الويف لينس ايكوال طبعا قلنا بقى الديستانس كفرد ناخد بالنا هو هنا محدد له ان هي قطعت 16 متر قلنا الديستانس كفرد على النمبر اوف ويفز اهو مش احنا قلنا ان الـ الويف لينس هيبقى الديستانس كفرد على النمبر اوف كومبليت ويفز حلو distance واضحه جدا من على الرسم هو قايل لي ان ال distance 16 متر يبقى ادي كده 16 على النمبر اوف ويفز اهو احنا قلنا اه هنعد اهو كوارتر 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 ادي كده 1 وادي كده لحد هنا كمان 1 ادي كده اه 2 لا سوري 1 2 3 4 يبقى كده 16 over 4 هيبقى equal 4 oh, متر اه 4 متر تمام يبقى احنا كده جبنا ال wave وعندنا ال frequency يبقى كده ناقص بقى نجيب ال velocity طبعا هيبقى equal بقى frequency قلنا 1 times ال wave length lambda اهي 4 هيبقى equal 4 متر بير سكند يبقى ادي كده عندنا الفريكوانسي وادي عندنا الويف فيلوست uh, اللي هو عايزها طبعا هيبقوا على الترتيب طبعا هيبقى 1 و 4 يبقى طبعا هنختار سي وناخد بالنا يا بقى من العد ده عشان uh, انا نفسي كنت uh, uh, هتلخبط اهو وانا uh, بعيد يبقى نبقى مركزين بس وان شاء الله هتبقى سهله uh, A girl stands watching water waves بنت واقفه بتتفرج على موجات ميه she saw four waves passing in two seconds شافت أربع موجات عدوا في two seconds في ثانيتين the wavelength of each wave is 0.5 meter هي بقى عدارت كده يعني وهي واقفة إن طول الموجي بتاع كل موجة half meter حلو عايزين الويف frequency طب ما هو الويف فريكوانسي احنا قلنا ال number of wave او number of complete wave in second او in time طيب هي شافت كام ويف هي شافت 4 waves في وقت قد ايه في 2 seconds يبقى 4 divided 2 4 divided 2 هيبقى equal 2 هرتز خلاص يبقى كده طبعا هنختار 2 هرتز لان الفريكوانسي قلنا هو النمبر اوف كومبليت ويفز ديفايدنج time وادي عندنا 4 ديفايدد 2 هيبقى ايكوال 2 هرتز الويف uh, velocity بقى السرعه طبعا قلنا ان السرعه تبقى اف تايمز لمضه صح لسه قايلينها uh, اهو ان الفيلوسيتي ايكوال اف تايمز لمضه تمام بس هنا بقى الاف بتو 2 خلاص احنا لسه حاسبينها ولمدا ب 0.5 فيبقى 2 تايمز 0.5 اللي هو هاف فطبعا هيبقى 2 تايمز 1 over 2 اللي هو هاف هيبقى 1 متر بير سكند يبقى طبعا هنختار 1 متر بير سكند لو بصينا على الشكل ده برضو نركز كده وناخد بالنا in the opposite figure, the wavelength of the wave equals سنتيمتر الويف لينس ناخد بالنا الويف لينس الطول الموجي عشان بس يعني هنا برضو عايز الفت نظركم حاجة كده في طبعا ولاد هيقولوا يا مستر احنا خدنا ان الويف لينس هو الديستانس بتوين تو سكسيسيف كراست اه تو سكسيسيف كريستز اهو ما هي ادي ادي الكريست اهي الفيرست كريست وادي السكند كريست فده كده هيبقى الويف لينس تمام طب ما هو صح جدا طيب هنحسبها بقى ازاي يا مستر؟ طيب أولًا هنبص على ده كده بص تحتيه كام؟ أهو 5 وده تحتيه 1 فيبقى 5 1 ناخد بالنا أهو من ال 1 لحد ال 5 يعني هنعمل 5 1 فيبقى إيكوال 4 سنتيمتر طيب ماشي آدي كده طريقة في بقى طريقة ثانيه وبرضو عشان ناخد بالنا منها إحنا قلنا الويف لينس هو الطول الموجي يعني الطول بتاع موجه وقلنا لو عدينا كده هنلاقي ادي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر يبقى كده موجه طب ما انا ممكن برضو عشان اأكد على حلي وتبقى واضحه بالنسبه لي بطريقه سهله بصوا ما هو ادي كده كوارتر وادي كده كوارتر وادي كده كوارتر وادي كده كوارتر يبقى من هنا لحد هنا اهو ما هو ده برضو طول الموجه اهو ولو حسبناه برضو هنلاقيه 4 سنتيمتر نفس اللي احنا جبناه هنا 4 سنتيمتر خلاص يبقى برضو هنلاقيه 4 سنتيمتر يبقى نختار 4 سنتيمتر تالي كده بقت واضحة وبرضو نفس الفكر هنا بس انا طبعا يعني ايه مرضتش آه اقولها لكم هنا عشان آه ما تتلخبطوش كنت برضو هنا عايز آه اقول لكم في آه ولاد هيجوا يقولوا يا مستر طب ما هي دي لمضه ازاي احنا خدنا ان لمضه مثلا من هنا لحد هنا تمام فانا برضو كنت هقول لكم ما هي هياها ليه لان الديستانس دي اهو بصوا ادي كوارتر لحد هنا اهو وادي كوارتر اهو وادي كوارتر اهو وادي كوارتر اهو, اهو يبقى كده ادي كومبليت ويف لان ادي 1 2 3 4 ادي كده 4 كوارترز تمام يبقى كده ادي كومبليت ويف اللي هو الويف لينس طب ما احنا لو حسبنا برضو الويف لينس ال ال ده هنلاقيه بيساوي الديستانس دي ازاي ما هو ادي برضو كده كوارتر 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 اهو ادي اول كوارتر وان ادي تو ادي ثري ادي فور كوارترز يبقى برضو من هنا لحد هنا برضو ويف لينس بيساوي برضو نفس الويف لينس من هنا لهنا ذا uh, ويف uh, طبعا سهله جدا بقى 2 سنتيمتر خلاص اهي 2 سنتيمتر في ولاد يجوا يقولوا يا مستر ما احنا خدنا ان المسافه الراسيه دي ديفايدد تو ماشي لما يكون بقى مديني المسافه الراسيه لكن دي سهله جدا على طول اهو ادي الماكسيمم ديسبيسمنت اشيفد باي ذا ميديم بارتيكلز طيب يبقى ده ادي الماكسيمم ديسبيسمنت اهو 2 سنتيمتر يبقى طبعا هنختار 2 سنتيمتر ناخد بالنا بقى من السؤال 37 ده عشان بيبقى تقيل شويه وبرضو إن شاء الله هنحله كده بطريقتين عشان يتفهم uh, The wavelength and velocity of the opposite longitudinal wave الـ Wavelength اللي هو The distance between two successive crests or uh, troughs in the transverse waves جميل بس دي longitudinal تمام هي هي برضو بس هنقول The distance between the centers of two successive uh, compressions or two successive رير uh, فاكشن جميل حلو يبقى الويف لينس بصوا لو بصينا كده على الشكل اللي هو مديهولي ده ادي السنتر اوف ذا فيرست رير فاكشن وادي السنتر اوف ذا سكند رير فاكشن اهو وبعدين مش دول تو سكسيسيف اتنين ورا بعض على طول واحنا قلنا هو ذا ديستانس بتوين ذا سنتر اوف تو سكسيسيف رير فاكشن او تو سكسيسيف طبعا كومبريشنز uh, بس هي هنا واضحه جدا من التو سكسيسيف رير فاكشن يبقى طبعا الويف لينس ال بقى سهل جدا بقى 14 متر على طول اهو من الرسمه قدامنا اهي على طول الويف لينس هيبقى 14 متر تمام uh, وناخد بالنا بقى هو عايزنا نحسب الفيلوسيتي طيب الفيلوسيتي احنا عارفين ان هي ايكوال اف تايمز لامدا ادي عندنا لمضة اهي ب تمام طيب يبقى انا المفروض اجيب ايه الفريكوانسي ده بقى ما هوش عندنا طب عايزين نجيب الفريكوانسي هنجيبه منين من البريودك تايم لان هو هنا مدين التايم خلاص هنا مدين التايم يبقى طبعا هنستخدم بقى على طول القانون اللي هو ان الفريكوانسي ايكوال 1 اوفر بريودك تايم حلو ليه لان مفيش اي داتا عندي للفريكوانسي حلو طب احنا دلوقتي بقى محتاجين نجيب البريودك تايم طب نبص كده هو ده التايم بقى بتاع كوارتر كومبليت اوسيليشن او كومبليت ويف ولا ده التايم بتاع ايه بقى يعني هنعمل له تايمز فور مش احنا كنا بناخد ان التايم اوف امبليتيود بنعمل له تايمز فور اه بس ده مش التايم بتاع امبليتيود ده التايم بتاع هاف ويف يا ولاد مش احنا لسه بنقول ده كده الطول الموجي اهو ده الويف لينث وده كده طول موجة كاملة طيب ما هو احنا لو كملنا لحد هنا كده لحد السنتر بتاع السكند رير رير فيكشن ده يبقى بصوا لو كملنا كده هنلاقيه بقى بقى التايم بتاع موجه كامله يبقى بقى البريودك تايم يبقى ده كده هاف البريودك تايم يبقى لحد هنا ده هاف البريودك تايم يبقى عشان نجيب البريودك تايم هيبقى ايكوال تو تايمز 0.02 فطبعا هيبقى 0.04. لسه بقى هنجيب بقى الفريكوانس اهو الفريكونسي ايكوال 1 over البرودكت تايم هيبقى 1 over zero. هيبقى 1 over 0.04 طبعا هتعملوها انتوا طبعا بقى على الكالكوليتر المفروض بقى كده تبقى 100 over 4 هيبقى ايكوال 25 احنا طبعا بنحسب الفريكوانسي هيبقى 25 هرتز طيب احنا كده خلصنا لا ده احنا اصلا عايزين نجيب الفيلوسيتي يبقى ناخد بالنا يا اولاد ونبقى مركزين في الامتحان الفيلوسيتي بقى ايكوال الفريكوانسي اللي احنا جبناه ده 25 تايمز لامدا اللي هي كانت 14 اللي احنا جبناها من الاول طبعا هنحسبها على طول بقى على الكالكوليتر هتطلع 300 50 متر بير سكند يبقى طبعا هنختار آه لتر اي اللي هو بيقول ان لامدا اللي احنا جبناها A 14 وال ويف آه فيلوستي هتبقى آه 350 متر بير سكند يبقى هنختار إيه. ودي كده آه طريقه وبالتالي برضو مفهومه آه هنحلها برضو بالطريقه الثانيه بتاعت الكيرف بقى عشان برضو تتفهم بالطريقتين وان شاء الله تبقى مفهومه كويس جدا سواء جت جد بالطريقه دي او بالطريقه دي احنا قلنا طبعا ان احنا برضو ممكن نمثل اللونجيتودينال ويف ما هي دي كده لونجيتودينال ويف برضو هنمثلها على كيرف اهو تمام برضو ادي إيه كده الكيرف اهو معلش هي طبعا الرسمه مش مظبوطه قوي بس برضو مفيش مشكله. حلو. قلنا ده كده هيبقى الكريست في لو انا لو انا بعبر عن الكيرف ده عن الترانسفيرز ويف فهتبقى دي كريست ودي ترف حلو. لكن لو الكيرف ده او الجراف ده بيعبر عن لونجتيودينال ويف ما هيبقى ده كده سنتر اوف كومبريشن. صح؟ وده كده rear faction اهو، ال center بتاعه يعني، وده كده compression أو ال ال center بتاع compression، وده كده rear faction، وده وده compression، وده rear faction وهكذا، ده center of compression وده center of rear faction، جميل جدا، طيب هو هنا بيقول لي إن آدي ال distance ما بين ال سنتر اوف رير فيكشن اهو ادي اول رير فيكشن اهو عندنا ادي الديستانس ما بينه وبين الرير فيكشن اللي بعده اهو يعني هي دي ما هو ده كده الويف اهو لو احنا عدينا كده ادي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر يبقى كده 3 كوارترز وادي كمان كوارتر يبقى كده 4 كوارترز اللي هي الموجه الكامله يبقى ده كده الويف لينس يبقى لما هو يقول لي ان دي كده 14 خلاص يبقى الويف لينس على طول 14 جميل جدا طيب بصوا بقى ناخد بالنا من التايم ال ال اهو التايم ال ال بقى هو بصوا من السنتر اوف رير فيكشن ده طب نجيب قلم تاني عشان تبقى واضحه ادي اهو هو بقى بيقول بي لي التايم ال بقى من السنتر اوف Fiction ده اهو لحد ايه لحد السنتر اوف كومبريشن اللي بعده يعني لحد هنا التايم ده بقى كله اهو اولا ده كده التايم بتاع هاف ويف اهو لو احنا كده نزلنا كده عملنا خط كده تمام طيب يبقى ده كده هاف ويف ليه لان الويف الكامله من الـ من من الفيرست من الريل فيكشن ده لحد الريل فيكشن ده يبقى لو انا نزلت كده دي كده هتبقى هاف ويف فلما يديني بقى 0.02 ده فده هيبقى التايم بتاع هاف ويف وبالتالي بقى عشان اجيب البريودك تايم اللي هو التايم بتاع الويف كامله يبقى هعمل له تايمز 2 جميل ادي كده برده بطريقه في التفكير تاني حاجه بصوا ادي كده كوارتر وادي كده كوارتر يبقى دي برده هاف ويف اهو مش ادي ربع وادي ربع يبقى احنا كده دي كده هاف ويف مش ربع ويف عشان في ولاد ممكن يفكروا ان دي كده كوارتر لا دي كده هاف الويف اهو ادي كده عندنا كوارتر وادي عندنا كده كوارتر يبقى دي كده هاف الويف يعني التايم بتاع هاف الويف يبقى بقى التايم بتاع الكومبليت ويف هيبقى 2 تايمز 0.02 وهنحل بقى المسألة أنا بس حبيت أوريها لكم برضو على الشكل ده عشان برضو نبقى عارفين إنها ممكن تتحل كده وممكن بتتحل كده